بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لعلنا نواصل مع الفقه حتى نفرغ من المقدمة ونكمل مع الأصول في الدرس القادم إن شاء الله. نعم زين. قال الإمام الأخذري عليه رحمة الله في كتابه المختصر: ويحرم عليه الكذب والغيبة والنميمة. بعد أن ذكر لك جملة من الواجبات التي يجب على المسلم أن يحفظها، ذكر لك جملة من المحرمات التي يحرم على المسلم التلبس بها. مش قال؟ ويحرم عليه الكذب. ويحرم عليه الكذب، والكذب أن يخبر الإنسان بخلاف الواقع متعمدا، أما إذا كان ناسيا أو ساهيا أو غالطا أو مخطئا فهذا معفو عنه. لكن الكذب المحرم في الشريعة أن يخبر الإنسان بخلاف الواقع قصدا وعمدا، والكذب حرام في الإسلام، الأصل فيه أنه حرام. قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث عبد الله بن مسعود: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، إن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وهذا فيه إشارة إلى أن صدق الأقوال موصل إلى صدق الأحوال، هذه فائدة عزيزة. صدق الأقوال تعويض النفس على الصدق في المقال يرتقي بها إلى مقام الصدق في الحال. من عود نفسه الصدق في الكلام يوشك أن يصير من الصديقين بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن للظاهر أثرا عجيبا على الباطن. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصدق فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة. وما زال الكذاب في ريبة وفي حيرة من أمره خشية أن يفتضح شأنه، بخلاف الصادق هو في سكينة وراحة وطمأنينة. إذن الأصل في الكذب أنه حرام. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم على جملة مما يقع للمؤمن فسكت عن كثير إلى الكذب، قال: لا يكذب المؤمن، لا يكذب، ليس من شأنه أن يكون كاذبا. هذا هو الأصل. لكن قد يعرض للكذب ما يجعله تعتريه الأحكام التكليفية الأخرى، قد يعرض للكذب ما يصيره واجبا، كما قد يعرض له ما يصيره مستحبا، كما يعرض له ما يصيره مكروها، كما يعرض له ما يصيره مباحا، والأصل فيه أنه حرام. نبه على هذا عدد من الأئمة، ومنهم الإمام بن رشد رحمه الله تعالى، ذكر بأن الكذب قد تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. فمن الكذب الواجب الكذب الذي يتوقف عليه إنقاذ نفس مسلمة ستقتل ظلما وجورا، فهنا يكون الكذب مش جائزا، واجبا. لو أن إنسانا أخذ ظلما أو يراد أن يبطش به أو أن يقتل ظلما فيجب عليك وتوقف إنقاذه على الكذب، لو صدقت لقتل. هنا يجب عليك الكذب صيانة لهذه النفس البريئة التي ستقتل ظلما وجورا وزورا، هنا من باب ارتكاب أخف الضررين. وإن كانت لك
معاريض فاسلك سبيل المعاريض فإن في المعاريض ندحة عن الكذب. يا حبذا أن لا تقع في الكذب رأسا. إذا ألجأتك الأمور إلى المضايق فاسلك سبيل المعاريض، كأن تقول ليس هنا وتشير إلى يدك أنه ليس في يدي مثلا، كما وقع هذا لعدد من الأئمة السابقين كانوا يسلكون سبيل المعاريض. فإن حقق وضيق لك أن تكذب صيانة لهذه النفس البريئة، وهكذا حيث كان الصدق يفضي إلى مفسدة كبرى وعظمى كهلاك النفوس مثلا أو هلاك الأموال، وكان في الكذب عصمة. كنت في طريق وأمسكك السراق وقالوا قول لنا على مال فلان، ولو صدقت سيؤخذ ماله. لا كان تكذب، بل يجب عليك أن تكذب. هل تعرف محل؟ يقول والله تقول لا أعرف أين ماله. ولو ألجئت فلك أن تتأول لا أعرفه في ما، يعني لك أن تقيد كلامك بالنية. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالمال، لأنك تصون حق غيرك. هذا من الصور يكون فيها الكذب واجب، من باب ارتكاب أدنى المفسدتين بتفويت أعلاهما. تقول هل تعلم أين مال فلان؟ تقول لا أعلم. وأنت تعلم، لكنك لو علمت وأخبرتهم لأخذوا ماله ظلما مثلا. هذا في حال الظلم والجورة، هذه كلها صور لصيانة المال. مثلا كذلك من وقع أسيرا عند العدو ولو صدق في كلامه لأدى ذلك إلى انتصار العدو على المسلمين. هنا الكذب في حقه واجب وليس جائز، واجب. يكتم عليهم ويوري ويغطي صيانة للنفوس وحفرا على الأموال ودفاعا عن الأمة. وقد يكون مستحبا. من صور الاستحباب الكذب إرهابا للأعداء بإظهار قوة المسلمين وأن الجيش يبلغ كذا وكذا، هذا في ساحة المعركة نص عليه الفقهاء له سعة يقدر يكذب، تقوية للمسلمين وإضعافا للمشركين والكافرين. وقد قال صلى الله عليه وسلم لنعيم بن مسعود الأشجعي خذل عنا ما استطعت، وسلك نعيم مثل هذه المسالك في الحرب. أما هذا وش مستحب، كان المباح فيه صور مختلف فيها. قالوا كالكذب تطيبا لخاطر الزوجة، وقال رب معنا عليه سامحونا وخلاص. الكذب أحيانا لتطيب خاطر الزوجة قيل يكره وقيل يباح. المتزوجين على بالي بلي قاعد طايحين فيها إلا ما رحم ربي. إلا ما رحم الله وعصم. فهذا يدور بين دائما يختلف بين الكراهة وال، هو يدور في الحقيقة هذا الفرع يدور بين الإباحة والكراهة والاستحباب بحسب الحال. لكن كثير من فقهائنا يعده في المكروه، لا ينبغي أن يتعود عليه، يعدونه في المكروه. المباح الكذب لإصلاح ذات البين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكاذب من ينمي خيرا لإصلاح بين الناس، ليس بالكاذب، فدل ذلك على أن هذا من مواطن الإباحة. اثنان متخاصمان تروح وقعد تقول له والله السيد يبغي يكون اسم لاح ودائما يحكي عليك الخير مثلا، هي ما كشف، هذا تطيبا للخاطر، قال يذكرك ويدعو لك وتنوي. شوف، لكن متى ما وجدت سعة في المعاريض فاسلكها وابتعد عن الكذب. والمعاريض عندك فيها سعة، لمن رزقه الله عقلا راجح تقول له يدعي لك، والله يدعي لك، وصح كل مسلم يدعو للمسلمين، تحيات الله الصلوات طيبة السلام علينا وعلى عباد الله، خلاص يدعو لعباد الله الصالح، ولا شك يدعو ويقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين، يدعي لك بالخير وكذا، هذا الإصلاح. يقول بعض الشيوخ قال أوجب الزور، الزور اللي هو الكذب، لقد أوجب زورا لإنقاذ مسلم وما لله إذ هو بالجور يطلب. كتبوا دي الأبيات مهمة. لقد أوجبوا زورا
لإنقاذ مسلم ومال له إذ هو بالجور يطلب. هذه الصورة إن هو إذ هو بالجور يطلب. وكره تطيب خاطر زوجة وأما لإرهاب العدو فيندب. كره تطيب خاطر زوجة وأما لإرهاب العدو فيندب. وجاز لإصلاح ويحرم ما سوى أولاء فذا نظم لهن مهذب. وجاز لإصلاح ويحرم ما سوى أولاء فذا نظم لهن مهذب. نعود. لقد أوجبوا زورا لإنقاذ مسلمين وما لله إذ هو بالجور يطلب. ويكره تطيبا لخاطر زوجة وأما لإرهاب العدو فيندب. وجاز لإصلاح ويحرم ما سوى أولاء فذا نظم لهن مهذب. وتطيب خاطر الزوجة قلنا نص على الكراهة، وهو يدور بين الكراهة والإباحة والاستحباب بحسب ما تقتضيه المصلحة الراجحة. زيد سيدي. والغيبة. الغيبة حرام كذلك، إياك والغيبة. لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال صلى الله عليه وسلم: تدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالغيبة حرام، واستثنيت منها مواضع أشار إليها بعض العلماء بقوله: والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. أصلا أنها حرام، لكن قد تباح للمصلحة الراجحة. نفس الشيء كما حكينا في الكذب، قد تباح. وكان الكذب قلنا تعتريه الأحكام من باب، هذا كله يدور حول فقه المصالح والمفاسد، من باب ارتكاب أدنى المفسدتين بتفويت أعلاهما، وارتكب الأخف من ضرين وخيرا لدى استوى هذين كما قال في المراقي. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم، واحد يرفع أمره للسلطان يتظلم بأن فلانا ظلمني وأخذ مالي وسرق متاعي، هذا يذكره بما يكره، لكن هذا يتوقف عليه رفع المظلمة، فهذا جائز، واضح. متظلم ومعرف، تريد أن تعرف بفلان، جاءك فلان أبو فلان ابن ما عرف شان، عرفته بما يمكن فلم يعرف، قال مثلا: هذا المال لفلان. ومن فلان؟ فلان ابن فلان. من فلان؟ فلان ابن فلان ابن فلان صاحبه ما عرف. قال: الأعرج. آخر هذا يجوز، أو الأعمش أو كذا. هذا من باب التعريف، من غير مجاوزة الحد الذي يحصل به التعريف، غير يحصل الحد لا يجوز الزيادة، واضح هذا. تظلم ومعرف ومحذر، تحذير صيانة للشريعة ونصحا للأمة، كما وقع لعلماء الجرح والتعديل في باب الرواية: فلان يهم، كذاب، وضاع، متروك، رقيق الديانة، ليس بشيء. كلمات أطلقها علماء الحديث، ليس بثقة، صيانة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز تجاوز الحد، يذكر بالقدر الذي يحذر منه. واحد بنيته يقرأ عنده واحد من أهل البدع والضلالة، يحذر، قال: هذا من أهل البدع، وهذا لا يعني أنه في النار، لكن أهل البدع يجب عليك أن تحذره مثلا، وهكذا. أو من أهل الزندقة، أو من أهل الكفر، خاصة الآن في زماننا اشتهر كثير من الناس من أهل الضلالات، بل من أهل الزندقة، يفسدون على الناس دينهم. التحذير من هؤلاء واجب، قال: احذر، لا تغامر بدينك، إن هذا علم دين، فانظروا عمن تأخذون
دينكم هكذا. أو محذري وتحذير بابه واسع، تحذير بابه واسع. واحد جاي يسقسيك يريد أن يصاهر بني فلان، تعرف أنه هذا الناس وفلان وكذا. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، جاء يسألك عن دينه وخلقه وأنت تعرفه بفساد في دينه وفساد في أخلاقه، من النصح له أن تخبره، وليس ذلك من الغيب، تخبره بما علمت، أن تخبره بما علمت، وما شهدنا إلا بما علمنا. هذا في بعض التفصيلات عند الفقهاء. تظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا، واحد يجهر بفسقه ومعصيته، لك هذا لا غيبة له، اذكروا الفاجر بما فيه حتى يحذره الناس وإن كان في سنده مقال، وذلك هذا متردد فيه. لكن فيما يبدو الله أعلم أنه إذا كانت فيه مصلحة راجحة، أما هكذا أن يذكر من أجل أن يذكر فالأصل لا يذكر بهذا، لأن يعني الحديث فيه نظر كبير. مجاهر فسقا ومستفتن، المستفتي إذا توقف السؤال على بيان الحال يجوز، قال أنا فلان أخذ مالي وأخذ كذا وفعل كذا، فهل له الحق في هذا؟ هذا مما تتوقف عليه الفتوى، فإذا حصل المقصود لم تجز الزيادة إلا بقدر ما يطلب الفقيه أو المفتي. ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، منكر موجود تريد أن تستعين بأهل الإيمان على إزالة هذا المنكر، قال في موطن الفلاني يفعل كذا وكذا وفلان يفعل كذا، لكي ينصح مثلا، لكي يضرب على يده، يرفع أمره إلى السلطة، هذا لا بأس من أجل تغيير المنكر. فهي استثناءات اختلطتها المصلحة الراجحة. زين النميمة، النميمة هي السعي بين الناس أو نشر الكلام بين الناس على جهة الإفساد، وهي محرمة. هماز مشاء بنميم كما قال القرآن الكريم، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا يدخل الجنة نمام، في حديث آخر قتات نمام، في حديث ابن عباس في الصحيحين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، لما مر بالقبرين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، في بعض الروايات بلى إنه كبير، ما يعذبان في كبير بالنسبة إليهما لكنه عظيم عند الله. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فالنميمة شأنها عظيم وخطير، ويكفي في شرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام. ومن نقل لك نقل عنك، فلا تفرح بالنمامين أيها الإنسان أيها العاقل، لا تفرح كثيرا بمن يأتيك بالأخبار، بالعكس، بل واجبك النصيحة وقطع هذا الأمر والتذكير وحسن الظن، إلا إذا اقتضت المصلحة الراجحة سماعا، قصد المعرفة والإصلاح والتغيير والنصيحة، وإلى الأصل لا تلتفت لهذا. وقع لعمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه جاءه أحد ينقل له كلاما عن غيره، فقال له عمر رضي الله عنه ورحمه، قال له إن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم، وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن شئت أن نعفو عنك عفو عنك. قال اعفو عني يا أمير المؤمنين، شعفا لا ما تزيش تعب. وقع مثل هذا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارض، وقال وإن شئت أن نقيلك أقلنا، قال أقلني يا أمير المؤمنين، قال روح يعني ما تزيش تعودها. هكذا كانوا يؤدبون رحمة الله عليه. زيد والكبر، الكبر وشرحناه فيما مضى في دروس الحلية، فسره النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر كما في صحيح مسلم. قيل يا رسول الله إن أحدنا يحب أن تكون نعله حسنة وثيابه حسنة، قال ليس ذاك، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي احتقارهم، نعوذ بالله من الكبر. زيد والعجب والرياء والسمعة، العجب هو الزهو، الزهو بالنفس. والعجب تعريفه الدقيق عند أهل التزكية، قالوا استعظام النعمة مع نسيان المنعم، أن تفرح بالنعمة وأن تزهو بها في غفلة عمن أنعم بها جل جلاله. والعجب الاستعظام للنعمة مع نسيان كونها من الله تقع.
ومن أعظم ما يعالج به العجب تذكر الإفضال من الرب سبحانه وتعالى. في أحاديث بينما رجل يمشي بالخيلاء فبه يهوي في نار جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو فهو يتجلجل في نار جهنم، يمشي بالخيلاء أو بالكبرياء. فالعجب داء عياء، سأل الله السلامة والعافية. زين. والرياء، الرياء تقدم معنا الحديث عنه في دروس الحلية، وهو إيقاع القربة لغير الله تبارك وتعالى خلوصا أو شركة. ذلك رياء قسمان كما ذكر القرافي وغيره، رياء شرك ورياء إخلاص. رياء الإخلاص يعني أن يوقع القربة لغير الله رأسا والعياذ بالله، وهذا يعني من أعظم من أخطر ما يكون، يعني لم تنبعث نفسه أصلا إلا للخلق، تقرب إلى غير الله بما من شأنه أن يتقرب به إلى الله تعالى. وكان رياء الشرك يعني أن يريد به وجه الله مع قصد حظوظ الدنيا فيزين عمله للناس، وهو من أخطر ما يكون. وشمر إن أخذت في دواء عقد ألوية ذي الأدواء، عن الرياء أحد البوائق إيقاع قربة لغير الخالق. وذم الله سبحانه وتعالى المرائين، وأخبر أنه من شأن المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قد قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح؟ في حديث آخر من الشرك، قال: الشرك الخفي، الرياء، أن يزين الرجل عمله لما يرى من نظر الرجل، نسأل الله العافية. قد قال تعالى كما في الحديث القدسي الشريف صحيح مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وذكرت لكم قول أحد الصالحين وهو يعظ أحد المرائين: أيها المرائي، إن قلب من ترائي بيد من تعصي. قلب الذي ترائيه وتزين له عملك بيد من تعصيه وتبارزه بالمعصية. فاطلب كل شيء عند الله تعالى، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فاحرص على الصدق والإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، أما المشوب فإن الله لا يقبله. الدين هنا يأتي معنى رسالة السماء اللي هو الوضع الإلهي، ويأتي معنى تدين الإنسان. تدين الإنسان لا يقبل الله منه إلا ما كان خالصا نقيا له وحده جل جلاله. نعم. وكرر بعض المسائل من الرياء فلتراجع في دروس الحلية. زيد. والسمعة، السمعة قريبة من الرياء، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. السمعة هي أن يعمل الإنسان العمل ثم يتكلم به في الناس رجاء المحمدة والثناء، هو يبدأ يقول كذا وكذا، يريد بذلك هو يسمع الناس لكي يثنوا عليه، لكي يعظم شأنه عندهم وهكذا. قلنا إذا أثنوا عليه من غير طلب ومن غير سعي ما فيها بأس، تلك عاجل بشرى المؤمن. وأما إذا فعله لله لكن مع استحلاء ومحبة ثناء الناس، هذا فيه تردد شوي. احنا قلنا إذا فعله لله ابتداء ولم يقصد غيره ثم بلغه الثناء، هذا ما فيها بس، تلك عاجل بشرى المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام. صح. الصورة الثانية يفعله لله لكن معها يحب أن يعرف الناس، يستحلي ذلك، هل هذا يؤثر أم لا يؤثر؟ فيه الخلاف، فيه الخلاف. ومالك رحمه الله لم يرى به بأسا ما دام أنه أخلص في أول أمر، وبعضهم يرى بأنه على خطر بل ينبغي أن يجرد القصد. والمستحب لشعور الناس بسعيه رأى لدى أناسي، والنجم لم يرى به من باسي إن بني السعي على أساسي كما قال في المطهرة.
التسميع يتعلق بالأذن، فيخبر ليثنى عليه وليعظم قدره في الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به. إنسان يستر نفسه. قد قال ابن عطاء الله كلمة عجيبة رضي الله عنه ورحمه وغفر له. ابن عطاء له شغل، يقول كلمة غاية في التربية، يقول: استشرافك، استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك. عودها، استشرافك، استشرافك يعني تطلعك، ماذا بيك يعني، كان غير يعرف كما هذاك اللي دخل المسجد، هذه تروى طرفة، أنا مش عارف إذا ثبتت ولا لم تثبت، دخل المسجد وكان من المرائين غفر الله له وعاف عنه، وأخذ يزين صلاة الناس ينظر إليه، أخذ يزين صلاته ويحسنها ويقيمها، الناس الله أكبر يعني هذا الخشوع والإخبار، ويصلي واسمعهم يثنون الله أكبر، ما أعظم، قالوا مريض صايم شيء غير صلاة حتى نعوذ بالله، أنا مش عارف هذه ثابتة ولا زادوها شوية. المهم أنت حتى أحيانا الإنسان أهل التزكية يتكلموا على بعض الدقائق حتى وإن لم تظهر، يتكلمون عما يقع في قلبك، أنت لم تظهر ولم تتكلم، لكن هم يحدثونك عن استشراف نفسك، عن تمني القلب. قل لك ابن عطاء الله رحمة الله عليه، قال لك: استشرافك أن يعلم الناس بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك. إنه كمال العبودية ألا تبالي بالخلق. راقب الله ولا تبالي بالخلق في إدبار أو إقبال. لسان حالك كما قالت رابعة: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب. لكن هذا مقام يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى تعويد النفس على ستر الأعمال وحفظ الأسرار بينك وبين العزيز الغفار سبحانه وتعالى. تحتاج إلى أن تعود نفسك الاكتفاء بنظر الله، الله يعلم، هذا أهم شيء عندك، هذا مقام عظيم، لعل الله تعالى ييسر فرصة نشرح فيها شيئا من الحكم، فيها خير عظيم ونفع كبير. إيه يقول إبراهيم بن أدهم كلام عجيب، كلاما عجيبا، يقول: ما صدق مع الله من أحب الشهرة. إنسان اللي ألا به اشتهار والناس تعظم، الصادق همه الأكبر أن يرضى الله عنه، أما الشهرة مش مقصود لذاتها. يقول: يا رب إذا كان فيها الخير قربها، إذا كان فيها الشر فاصرفها وأبعدني عنها. وهكذا المؤمن الصادق يفنى عن حظوظ نفسه، همه الأكبر رضا ربه ومولاه سبحانه وتعالى. فاحذر أيها الطالب من السمع، عود نفسك ستر الأعمال، عود نفسك الستر وعدم التسميع إلا إذا اقتضت المصلحة الراجحة إظهارا لكي يقتدي بك الضعفاء أو من يتأثر بك، فلا بأس بأن تسمع بشرط مجاهدة نفسك في مقامات الإخلاص واليقين والصدق مع رب العالمين. زين. والحسد وما أخطره من داء الأمم من قبلنا، أول ذنب عصي الله به في السماء، أول ذنب عصي الله تعالى به في الأرض. حسد إبليس آدم، وحسد قابيل هابيل، فكان ما كان. وقد علمنا القرآن أن نستعيذ من شر الحاسد ومن شر حاسد
إذا حسد وعرض بالحاسدين أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره: دب إليكم داء الأمم من قبلكم. الحسد والبغضاء لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. يوشك أن يحرق الحسد أعمالك كلها، كما جاء في الحديث الآخر بأن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فقد لا يبقي لك شيئا من الأعمال والعياذ بالله. والحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود على وجه لو أمكنك أن تزيلها لأزلتها والعياذ بالله، وهو محرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوان. لا تحاسدوا أي لا تتحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا، فضل الله واسع. الحسد عادة يأتي له أسباب كثيرة، أسبابه عداوة، تحبب، تكبر، تعجب، تعزز، تعجب، حب الرياسة وشح هاتي، أسبابه اللواتي من هياتي، أسبابه كثيرة. لكن من أهم أسبابه توهم المزاحمة، تتوهم أنه يزاحمك شيئا من فضل الله، وفضل الله واسع لا يزاحم عليه. الذي أعطاه يعطيك أضعاف ما أعطاه، بيده ملكوت كل شيء، فاطلب كل شيء من الله سبحانه وتعالى. وارسم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسن رسمه، بحيث أن لو أمكنتك حيلة تزيلها أعملت تلك الحيلة، أما إذا كانت مخافة الصمد عنها تصدك فلست ذا حسد فيما ترجى حجة الإسلام من فضل ذي الجلال والإكرام. قال لك: أما ما قد يجده الإنسان في مبادئ أمره من ألم يسير من شهود فضل الغير، قد يجد هكذا يقع بين الأقران وقال فلان كذا بحصلك وقع هذا، قال المرجو أن لا تؤاخذ به لأنه لا تكاد تسلم منه نفس بشرية، لكن الشأن أن تجاهد نفسك، وأن لا تبغي، وأن تطهر هذا القلب، من أعظم ما يعالج به هذا الداء العياء مخالفة الهوى في باب الحسد خصوصا. فإذا كانت نفسك تزين لك ذم المحسود فأثني عليه، النفس عادة تزين لك ذم المحسود، أقول لك: وش رأيك فلان؟ عادي ما كان وهلو. كثير من الناس للأسف تهنا ذاك، حاب تكون من المؤمنين الصادقين مترقين في درجات العبودية، إذا ذكر لك فلان بينك وبينه شيء ولا هذه ميدان من ميادين المجاهدة، قل ما شاء الله عليه، من خيرة من عرفت مثلا. أنت وش راك تدير هنا؟ أنت تخالف هواك، ستشعر بأنك تطهر قلبك. ها؟ يقول: أما الدواء فعمل بضد مقتضى الهوى كنفعه إن زان ضرا والثناء عليه حيث لك ذما زينا. يزين لك الشيطان ذمه أنت تثني عليه، يزين لك الشيطان الإساءة تحسن إليه، تعاونه تبعث له، أنت الآن تخالف هواك، هذا كله داخل في معنى قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ثم مع مرور الزمن إذا عودت نفسك هذا خلاص تتخلص من هذا الداء، وتولد حب الخلق أجمعين، وتفرح بالمسلمين وبنصرة الدين، سواء كانت هذه النصرة على يديك أو على يدي غيرك، لكنه مقام يبلغ بالمجاهدة. ومن أعظم ما يعين عليه وهو مجرب الدعاء للمحسود بظهر الغيب بما ينافي ما تزينه النفس. أنت تاجر وعندك مال ما شاء الله، والأخر ينافسك فيقع بينكما شيء، خلاص كيف تفعل؟ يجي يقول لك: وش رايك سلعتها فلان؟ انا الشيطان وش يزين لك؟ شوف تعرف باللي مش كيف ها شوف هذا اذا كان ظريف. فهنا اذا كانت السلعه متقاربه مثلا ولا خير لازم تنصف،
القلم. ما شاء الله، الله يبارك، كلنا على خير. تحب من عندي ولا من عنده مثلا؟ هذا في الكلام. الإحسان ترشده إلى مكان من الخير. شفت حاجة نقص عندك، قال والله كذا أنا لك ناصح، تحب له من الخير ما تحب لنفسك. كذلك الدعاء بظهر الغيب. صور أنت تولي في السجود، اللهم بارك له، اللهم زده من فضلك يا أكرم الأكرم، اللهم بارك له في تجارته. تعالى بالك لما تكون هكذا الملك يدعو لك، تتوقف واش ندعي له؟ أنا ما نروح فيها، لا لا ما تروحش فيها بالآن، ما تخافش بالعكس، انت راك في ضمان بإذن الله، ما دام همك الأكبر رضا الله راك في ضمان. فأين دعاؤك من دعاء الملك اللي يقول لك ولك بالمثل؟ ونفس الشيء في العلم، في العلم يقع بين الأقران وكذا فلان، نفس الشيء، تذكر فلان تثني عليه وترفع بشأنه إذا كان أهلا لذلك بلا شك، حتى ينتفع الناس به. زين لك الشيطان ذمه أثني عليه، زين لك الشيطان الإساءة تحسن إليه وتكرمه، وكذلك تدعو له بظهر الغيب، اللهم افتح عليه، اللهم اجعله من العلماء العاملين، اللهم اجعله منارة من منارة الهدى. وأنت بهذا تغسل قلبك غسلا وستجد بركة عجيبة، فإن عافية النفس سعادة كبرى دنيا وأخرى. عافية النفس، تكون في عافية، تحب الخير للناس جميعا، وهذا من أعظم أسباب الفتح المبين من رب العالمين سبحانه وتعالى. النصح للخلق، هذا هو النصح للخلق، الصدق مع الله تعالى في محبة الخير للخلق، وهذا الذي وصل بكثير من الأكابر. هذا المعنى، ساعة نفوسهم وطهارة قلوبهم وصدقهم في نصحهم لله تعالى ولرسوله ولسائر المسلمين والمؤمنين. زين. والبغض، أنا كنت حاب نكمل لكن قدر الله وما شاء فعل، هي معان مهمة نرجع إليها في درس الثلاثاء، قد كثرت الأسئلة. وش نقول لكم؟ على كل حال المقدمات دائما فيها طول، فإذا شرعنا في الفقهيات لن نقف عند كل كلمة بلا شك، سنشرح المعاني. موعدنا بإذن الله تبارك وتعالى في مجلس الثلاثاء بإذن الله وحوله وقوته. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.